ده اول موضوع عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، ومره اخرى ما تقلقوش انا بس عايز اقول لحضراتكم حاجه تانية، او عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع تاني قبل ما استضيف. ما عندي النهارده فقرتين الحقيقه، الفقره الاولى هيكون معايا الدكتور احمد ثابت، هنتكلم عن اهم وارقام احصاءات هذه البطوله. الموضوع التاني وهي حاجه انا عملتها عرضت منها جزء امبارح عشان بس نبتدي نوريه لحضراتكم، وبعد كده النهارده هعرض لكم جزء تاني. النهارده او امبارح انا عرضت لحضراتكم الفيديو بتاع رياض محرز او الولاد الشباب الصغيرين الجزائريين اللي بيقلدوا رياض محرز في احرازه لهدفه في مرمى نيجيريا في الدقيقه 94. اتفضل يا ريت. هي دي اللي انا عرضتها ووريتها لحضراتكم امبارح. والحقيقه قلت لكم ان انا قد ايه كره القدم بتؤثر بشكل او باخر في الشباب العالم اجمع. طيب ده اللي انا وريته لحضراتكم امبارح. هو محمد صلاح ما اثرش في شباب العالم؟ محمد صلاح ما اثرش في الشباب المصري؟ محمد صلاح ما اثرش تاثير ايجابي، لم يؤثر تاثير ايجابي في كل الشباب العربي؟ هو رياض محرز من سنتين لما لعب في بطولة الأمم الأفريقية ولم يوفق، ولم يوفق، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان رياض محرز ده وحش؟ لا، قلنا رياض محرز مش موفق في البطولة دي. محمد صلاح ما كانش موفق في البطولة دي، هو والمجموعة اللي معاه، مع مجموعة لا منهم لعيبة كتير او لاعبين كتير لا يستحقوا ان يمثلوا منتخب مصر من وجهة نظري. انا بتكلم بمنتهى الصراحة مع حضراتكم، والمدرب العام كابتن هاني رمزي قال الكلام ده مش انا، لكن انا كمان كانت وجهه نظري كده. وبالتالي محمد صلاح ظهر بالشكل اللي ظهر بيه. وبالمناسبه محمد صلاح لما نشوف ارقامه في البطوله دي بمقارنتها بارقام رياض محرز في البطوله السابقه، هتلاقوا ان محمد افضل من رياض. طبعا دلوقتي رياض افضل بكتير. فمحمد بالنسبه لي سيظل هو فخر للعرب، ورياض بالنسبة لي هيفضل برضو فخر العرب. ده حاجة وده حاجة، ده شغل وده شغل. فالحقيقة برضو موضوع مهم جدا. أنا مش عارف هي ليه الناس ليه مش واقفة مع محمد صلاح اليومين دول؟ الناس ليه مش واقفة مع محمد صلاح اليومين دول؟ الناس ليه نسيت اللي بيعمله محمد صلاح؟ أو نسيت اللي عمله محمد صلاح؟ هو محمد صلاح لما عمل الموضوع اللي عمله ده، الاحتفال بتاع الهدف بتاعه ده، مصر كلها والعالم كله قلده. مصر كلها والعالم كله قلده. محمد صلاح هو قد يكون أخطأ في أمور، أو مش قد يكون، هو أخطأ في بعض الأمور. أخطأ في بعض الأمور. ولكن محمد صلاح بالنسبة لي هيفضل هو، حتى الأوروبيين قلدوه بالمناسبة. صحيح، هو في يا جماعة ليه الهجمة الشرسة دي على محمد صلاح؟ على فكرة من حق كل مصري ان هو ينتقد أداء محمد صلاح، اعمل اللي انت عايزه، انتقد أداءه جوه الملعب، انتقد تصرفاته في اللي اتعمل في موضوع عمرو وردة، ان هو واحد من الناس اللي كانت ساعدت على رجوع عمرو وردة مرة أخرى بعد خروجه من المنتخب. انتقد الكلام ده، ولكن يظل محمد صلاح بالنسبه لنا هو واحد من مش هنقول كلام تاني، مش هنضحك عليكم ونقول لكم كلام تاني. محمد صلاح بالنسبه لي واعتقد بالنسبه للكثير من المصريين هو مثل وقدوه جيده جدا جدا جدا. انا الحقيقه شفت له نزل صوره من كام يوم، فشفت التعليقات اللي عليها بجد زعلت جدا، زعلت جدا. انتقد، انا ما بقولش ما تنتقدش، ولكن عندما تقارن رياض محرز مع محمد صلاح قارن ما بين الاثنين بالحق، قارن ما بين الاثنين بالحق. زي ما عندكش هو ما عندوش مشكله بالمناسبه، ومحدش عنده مشكله ان هي يتم المقارنه، لان ده لعيب كبير. رياض محرز ده لعيب كبير جدا، ولعيب انا شخصيا كعربي وك مصري بفتخر بيه، بفتخر برياض محرز. لما بسافر فرنسا ولما بكون في اي حته بره مصر بفتخر ان رياض محرز ده من
عربي جزائري عربي وبقول لهم عندنا محمد صلاح وعندنا رياض محرز، ايه المشكله لما يبقى عندنا الاثنين؟ ايه المشكله؟ مقارنتهم مع بعض قارن وقول ارقام وقول كذا وقول كذا. هو رياض محرز لما خسر البطوله السابقه مع الجزائر وخرجوا من الدور الاول اعتقد او من دور ال 16 برضه، هي الدور الاول، من الدور الاول الناس قامت عليه شويه وخلاص، ولكن الجزائريين وقفوا في ظهره، فضلوا واقفين في ظهره، وتحرك من النادي ده، راح من ليستر سيتي راح لمانشستر سيتي وبيؤدي، ما بيلعبش بشكل مستمر ولكن بيؤدي بشكل جيد، لما بيلعب بيؤدي بشكل رائع مع المنتخب الجزائري هذا الموسم. احنا محمد صلاح ده واحد مننا وهيفضل دايما واحد مننا. اخطا محمد اخطا في واحد اتنين تلاته، نقول اخطا في موضوع عمرو ورده، ما كانش المستوى اللي احنا متوقعين منه في مباريات كاس الامم الافريقيه، ولكن كان هناك اسباب كثيره، ولكن اخطا في حاجات. في النهايه خلاص اخطا، هنقول له انت اخطات، هيتعلم من الدرس، ولكن يظل محمد صلاح بالنسبه لنا هو فخر المصريين وفخر العرب. ده مهم جدا بالنسبه لي ان انا كنت اقوله لحضراتكم، لانه موضوع هام جدا. وخشوا كده على تعليقات اللي مكتوبه على صوره محمد صلاح لما بيجي ينزل صوره ليه، وشوفوا التعليقات اللي مكتوبه ايه. هتزعلوا، في ناس كتيره هتزعل من التعليقات اللي مكتوبه على اي صوره محمد بينزلها هذه الايام. هو مين اللي جاب ضربه الجزاء في كاس العالم؟ مين اللي عنده اعصاب وبيحب بلده عشان يخش في ضربه جزاء زي دي في وقت زي ده؟ يا جماعه خلينا نفتكر الكويس وننتقد السيء. هو اتحمل مسؤوليه كبيره، شعب 104 مليون، محدش بيتكلم عن في المنتخب المصري غير عن محمد صلاح، ولما تالق تريزيجيه شويه ومحمد الشناوي وطارق حامد. بصراحه الاربعه دول هم بالنسبه الناس كانت بتعرفهم وبتتكلم عليهم بالاسم. فجماعه رفقا بمحمد ننتقده ونقول له انت اخطات في ايه يا محمد يا صلاح؟ اخطات في واحد اتنين تلاته، من فضلك ما تدخلش نفسك في الحاجات دي، عندك كابتن فريق، عندك مدير منتخب، عندك كذا، ما تدخلش نفسك في الحاجات دي الا لما تبقى كابتن المنتخب، من حقك ساعتها ان انت تتدخل، وتتدخل في الصح مش في الغلط. هو ده اللي نقدر نقوله لمحمد. لكن يا جماعة محمد الفترة اللي فاتت دي بالفعل، شوفوا على التعليقات اللي مكتوبة ايه، التعليقات اللي مكتوبة من مصريين كتير جدا. فمن فضل حضراتكم، انا بقول رأيي طبعا، وفي الاخر الرأي رأي الجمهور المصري بالكامل. يعني محمد صلاح ياما فرحنا، زعلنا شوية منه في بطولة الأمم الأفريقية، زعلنا منه جدا في بطولة الأمم الأفريقية، لكن خلاص تمام، هنقف معاه وهنرجع نشجع وبنشجع محمد صلاح، بيلعب في ليفربول، بيلعب في روما. هو انتوا ناسيين يا جماعه مباريات ليفربول كانت بيبقى الشوارع فاضيه ازاي، والقهاوي والكافيهات كلها مفتوحه ازاي، وكل الناس قاعده عليها؟ افتكروا الحاجات الحلوه او الحاجات الايجابيه قبل ما نتكلم في الحاجات السلبيه، لكن ننتقده ونتكلم ايضا في الحاجات السلبيه. هو هيتقبل هذا الموضوع وهيتقبل من الجمهور المصري اللي حط محمد صلاح في السماء، الجمهور المصري هو اللي حط محمد صلاح في السماء، فعشان كده هيتقبل منه، ولكن بهدوء كده وبشهامة المصريين. أنا آسف طولت على حضراتكم في هذا الموضوع أيضا، لكن الموضوعين